تمام. هاي الليست فيو سمينا التطبيق احنا اليوم اللي هو الليست فيو. الليست فيو يا شباب هذا مشابه للسبينر، لكن الليست فيو انه انت بامكانك تضغط على العنصر، مش انه انت تختار عنصر مثل الكومبو بوكس او السبينر. السبينر عاده نضغط السهم ونختار عنصر، تمام؟ هيو هذا كومبو بوكس او سبينر بالاندرويد، تختار واحده من هدول دائما، ايتم سيلكتد صح؟ او سيلكتد ايتم الليسنر تبعه. اسمه. بينما الليست فيو انه انت هو اوريدي قدامك الليست موجوده بتختار منها عنصر، او بتضغط على عناصر موجوده فيها. تمام. الليست فيو يا جماعه هذا عنصر كثير مهم، من اهم عناصر الشاشه الموجوده في الاندرويد، لانه مستخدم بشكل كثير في التطبيقات. يعني مثلا في الفيسبوك موجود ليست فيو، بالواتساب موجود ليست فيو، كل معظم التطبيقات. يعني لا يخلو تطبيق اندرويد، يعني تقدر تقول انه تطبيق مهم او في شغل، لا يخلو من الليست فيو، لا يخلو. لانه الليست فيو بتعطي كثير خصائص بيحتاجها اليوزر في التطبيق. طيب خلينا نشتغل على الليست فيو بالاول، نشوف كيف نعمل. طيب بدنا اعمل لي اوت، هاي لينير لي اوت هنا، وهي اخذنا ليست فيو، هاي حطيت عنصر انا ليست فيو، تمام. ماتش بيرنت خليها، وهي ماتش بيرنت يعني تاخذ كل الشاشه، تمام. وهي اي دي، تمام. ليست فيو اسم الاي دي تبعتها ليست فيو. ايش كمان؟ بس بكفي. طب ممكن نعبي ليست فيو، دير بالكم من الفاليوز، يعني بنفس الطريقه اللي المره الماضيه استخدمناها، تمام. اي ثينك انه انا كنت عامل تراجع، تمام. يعني انا ممكن اعبي هنا، اعمل اري، تمام، اسميها مثلا تو ليست فيو، او بلاش سميها كانتريز، تمام. هاي سميتها كانتريز، وبعدين بنعبيها ايتمز، سمي اعمل اللي بدك اياه يعني. مثلا يعني اسماء مدن زي ما انتم شايفين هنا، انا بس بنفس الطريقه بالسبينر، ورحت انا حكيت هنا انتريز، واعطيته اللي هو الكانتريز، الاريس اللي اسمها كانتريز، تمام. هلا لو رحنا على الليست فيو، يعني عبيناها بنفس الطريقه، يعني لو انا قلت هنا ليست فيو عرفتها، يعني سميها ال في، ماشي. فايند فيو باي اي دي، وهي ار دوت اي دي بتاعتها اسمها ليست فيو، تمام. هلا قلنا ال في دوت سيت اون كليك ليسنر، سيت اون طلع سيت اون ايتم كليك، يعني انت بتضغط على العنصر مش سيلكتد ايتم. في فرق بين السيلكتد ايتم تبعت السبينر وبين اون ايتم كليك. اون ايتم كليك يعني انا بضغط على ايتم في الليست فيو، مش بختار ايتم، تمام. حتى الليسنر اللي انا بستخدمه مع الليست فيو مختلف عن الليسنر اللي انا بستخدمه في السبينر. بدكم تركزوا، تمام. اوكي، مثلا بدنا نعمل هنا، بدنا نعمل توست دوت، اوكي، ميك تيست،
ماشي جيت ابلكيشن كونتكست وهنا ايتم بدنا نعملها ايتم هلا ما عرفناش لسه توست تمام ودوت شو تمام لما نضغط على الايتم اللي موجود في الليست فيو بدي يعرض لي اياه في التوست الايتم اللي انا اضغط عليه يعني سترينج هاي سترينج ايتم كيف بدنا نجيب العنصر اللي انا عملت كليك عليه قلنا من ال بي نفسها الليست فيو يعني اللي هو ايش جيت ايتم سيلكت هاي ايتم ات بوزيشن بوزيشن موجود هاي بوزيشن وطبعا عشان اوبجكت تو سترينج تمام اذا هاي الايتم هذه بدها فاينل اوكي خلاص هاي الايتم الان لو شغلنا هيك خلينا بس قبل ما يشتغل بس نرسم اشي في البينت على الليست فيو تمام يعني هذه هي الليست فيو يا جماعه هاي الليست فيو تمام وهذا الايتم الاول فيها تمام ممكن هاي عندي ايتم ثاني ايتم ثالث قد ما بدك هلا احنا حطينا عنصر واحد فيها تكست اسماء اسماء المدن الى اخره تمام يعني وات ايفر قاعد انا بحط اسماء المدن خلاص ليست فيو تمام اللي انا عملته الان بالطريقه هذه طيب هاي زي ما انت شايف ظهر بهذا الشكل لو ضغطت على جازا حيداني اللي انا ضغطت عليه لو ضغطت على رفح اداني اللي انا ضغطت عليه رفح تمام زي ما انتم شايفين بالطريقه هذه طيب هذا لو كان في عنصر واحد يعني عنصر واحد مش كثير انا بستفيد من الليست فيو متى انا بستفيد من الليست فيو بشكل كبير لما يكون انا بدي اكثر من عنصر اعرض اكثر من عنصر زي الفيسبوك مثلا بتلاقيه ايش مسوي يعني في العنصر الواحد تمام يعني في العنصر الواحد تمام في الليست فيو في العنصر الواحد يا شباب معايا يا شباب تمام معك 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 دير بالكم بدي اياكم تضلكم كلكم معايا على اساس انه اي واحد بده يسال يسال تمام الان لو انا بديش انا عنصر واحد يعني موضوع العنصر واحد انا ما بستفيد منه كثير قلنا في الليست فيو لو انا بدي اكثر من عنصر في الليست فيو يعني هذا هيك مثلا زي الفيسبوك هنا مثلا صوره مثلا هنا صوره الشخص تمام هنا اسمه هنا البوست اللي بكتبه هنا زر لايك هنا زر مثلا كومنتس الى اخره يعني في عندنا اكثر من ايتم تمام في كمان داخل هذا الليست فيو في ليست فيو باللي بحطوا الكومنتس تمام كل هذا عباره عن عنصر واحد بتكرر مع كل عنصر يعني كل بوست له خصائص له كومنتس وله ليست فيو له تمام الى اخره يعني هذا الموضوع زي ما انتم شايفين هذا اللي هو الفيسبوك هيك عامل طيب انا يعني انا بقدر احط الايتم الواحده اقدر اقسمها اخليها اكثر من شيء تمام طبعا بقدر في الليست فيو قلنا الليست فيو يا جماعه لها ادابتر لها ادابتر لها محول تمام لها محول باي ديفولت
المحول بيكون فيه عنصر واحد. يعني هي هذه هي الليست فيو، ماشي؟ هي الليست فيو ايش عباره؟ عباره عن ايديت تكست، تكست فيو عفوا. الليست فيو عباره عن مجموعه من تكست فيو مع بعض، تمام؟ هذا هو المحول الاول. الان التكست فيو مش محطوط هيك، محطوط محول، يعني خلينا نقول خط هيك، خط خفيف هيو هيك. هذا الادابتر، تمام؟ هذا الادابتر، خلاص هيو هيك الادابتر، يعني هذا محول. وداخل المحول في عندك ايش؟ داخل المحول في عندك تكست فيو. داخل المحول اللي هو الادابتر في تكست فيو، هذا اللي انكتب فيه اسماء الناس، هذا اللي انكتب فيه اسماء الناس، تمام؟ طيب الان احنا تعلمنا المحاضره الماضيه انه نعبي السبينر من هاي من السترينج، او نعبي السبينر من الكود، تمام؟ اليوم احنا اخذنا الليست فيو، عبيناها من وين؟ عبيناها من السترينج، تمام؟ طيب انا لو انا بدي اعبيها برضه باستخدام الكود، يعني بدي اشيل انا الانتري، بدي حد ينقلني الان يا جماعه، لان الكلام هذا اخذناه المره الماضيه. بدنا نعيد نفس الطريقة مع الليست فيو. يلا مين يقول لي كيف بدنا نصل للأري؟ كيف بدنا نصل للأري يا جماعة؟ Get resources. كيف بدي اصل الاري اللي موجوده في السترينج من هنا من الكود؟ من جيت ريسورسز. من جيت ريسورسز، تمام؟ جيت ريسورسز. جيت اري دوت ايش؟ جيت ايش؟ جيت اري، تمام؟ بحط ايش؟ الاي دي تبعها، اي دي دوت سوري ار دوت اري، تمام؟ دوت وبلاقي اسمها كانتري، صحيح؟ ماشي. هاي بترجع سترينج، قلنا هاي بترجع اري اوف سترينج، هاي اري، تمام؟ بهذا الشكل. هاي سترينج اسمها اري، خلاص؟ الحين ممكن انا اعمل شيء اسمه اري ادابتر، قلنا اري ادابتر من نوع سترينج، سميه اي دي بيساوي نيو اري ادابتر، وقلنا بياخذ نفس الشيء سترينج. طيب مين يكمل؟ ايش بياخذ هذا؟ ايش الباراميتر تبع الكونستراكتور تبع الاري ادابتر؟ ايش بياخذ؟ بياخذ الكونتكست اول شيء، اول شيء الكونتكست، بعدين ايش بياخذ يا شباب؟ اللي اوت، اللي اوت اللي انا بدي احط الداتا فيه، صح؟ اللي اوت احنا اخذنا المره الماضيه اللي اوت اللي تبع الاندرويد، صح؟ ايوه اندرويد دوت ار دوت دوت لي اوت دوت هذا الايتم، بعدين سمعنا حطينا الاري، تمام؟ بهذا الشكل. الان ما تغيرش شيء في الموضوع، يعني بس انا اخذت البيانات من الكود وهون حطيته في ادابتر. الحين بس الليست فيو دوت سيت ادابتر، تمام؟ واعطيتها اللي هو ايش؟ الادابتر. ايش اللي صار؟ اللي صار انه انا بدل ما احط الايتم مباشره في الليست فيو حطيت ادابتر، يعني هذا اللي قلنا الخفيف اللي لونه الخفيف هذا البرتقالي ادابتر، وجوا الادابتر ايش؟ الايديت تكست، ايديت تكست سوري تكست فيو، تكست فيو
ماشي، والتكست فيو اللي هو طبعا فيه الاري، البيانات تبع هذا الايتم تبع الاري الاول، الايتم اللي في الاري، وهذا الايتم الثاني الى اخره، بنفس الطريقه بنفس الطريقه. هذا اللي صار الان لما تشغل حيكون بالطريقه هاي، مش حيختلف الموضوع. بس انا اللي انا استفدته انه انا حطيت ادابتر، حطيت ادابتر يعني محول عشان انا احط الاري فيه، تمام، حطيت الاري فيه ماشي. وبعد بعد ما حطيت الاري حطيت الادابتر وين؟ في الليست فيو. تمام، اما هو مش هيختلف كثير يعني، مش هيختلف كثير. شو أنا؟ تمام، أنا بدي أكبر، ما بدي أكبر، بدي يشتغل. تمام، أوكي، نفس هذا، ما تغيرش الموضوع. تمام، الآن إيش بدنا؟ الآن يا جماعة نفترض أنه أنا قلت لك بدي أنا إيش أسوي؟ بدي أحط أكثر من آيتم في وين؟ في الليست فيو. أكثر من آيتم في الليست فيو هذا يعني أنه أنت بدك تضبط الأدابتر تبعك، الأدابتر تبعك بدل ما يكون في آيتم واحدة بده يكون في إيش؟ أكثر من آيتم. تمام؟ قبل ما نعمل هذا الكلام، انتبه علي هنا، هل الخط هذا كبير ولا صغير؟ ايش رايك في الخط؟ مين يحكي؟ شباب انتم معايا ولا مش موجودين؟ صغير الخط، خط صغير صح ولا لا؟ الخط صغير يعني يعني ما مناسب يعني يا دكتور. طيب ماشي، مناسب ماشي. لو انا بدي اكبر الخط بدي احط باك جراوند، مش هقدر انا اتعامل مع الليست فيو، لازم انا اتعامل مع الادابتر. تمام، يعني لو انا بدي اغير هذه الاشياء مش هقدر اتعامل مع الليست فيو مباشره عشان اغير البيانات هذه، لانه هذه البيانات في ادابتر، في محول، ماشي، جوات محول. طيب على المحول هنا هي له لي اوت، ماخذ اللي اوت الخاص تبع من الاندرويد، يعني احنا اخذنا لي اوت جاهز. تمام ماشي، وقلنا هنا في كمان عنصر هنا اللي هو للايتم نفسه، بس احنا ما حطيناه للتسهيل، يعني ممكن ما تحطوش عادي، بيقبل انه انت ما تحطه. تمام، طب انا لو بدي اغير هذا الاشي سواء كان للسبينر او للليست فيو، بقدر انا اعمل ماي اون لاي اوت. خلينا نشوف نقدر نعمل لاي اوت للادابتر، يعني لاي اوت للادابتر. طبعا هون انت بدك تعمل لاي اوت، ماشي، لاي اوت جديد. هون بدك تقول له هون لاي اوت ريسورس فايل، هي غير هذا، خلي لينير لاي اوت وسميه هون لاي اوت. لاوت لمين؟ للليست فيو، تو ليست فيو، هايو لاوت فور ليست فيو او تو ليست فيو، خلاص هاي سميته هيك. طيب هو جاي فيرتيكال، انا بدي اياه مش مهم فيرتيكال لانه هو شيء واحد، بس بدي احط فيه بس تكست فيو واحده، هاي تكست فيو. تمام، ماتش بيرنت هنا وهنا برضو راب كونتنتس. تمام، هاي الاي دي تبعته، انتبه الاي دي مهمه، هلا سميه تكست اي دي، الاي دي مهمه. تمام، وتكست كلر 25 اس بي. تمام، بهذا الشكل كبرته. انا بدي احط له باك جراوند مثلا، هاي باك جراوند
يعني خلي الباك جراوند مثلا هيك، خلي الباك جراوند زرقاء بهذا الشكل تمام، والتكست كلر خليه ابيض مثلا. هاي التكست كلر اي ابيض. ايش معناته السايز؟ اي 30 اسم تمام. اذا انا هناك انا كبرت الخط ورتبت وعملته في لي اوت. هذا اللي اوت بامكاني انا الان اعطيه لمين هون، بدل ما انا استخدم اللي اوت الخاص بالاندرويد. هاي اذا بديش الار، قلت انا بستخدم الار تبعتي، الار تبعتي فيها لي اوت، هيو فيها لي اوت انا عملته اللي هو ايش هذا لي اوت تو ليست فيو. بكون انا هيك هذا العمليه ممكن تستخدمها برضه بالسبينر، نفس الشيء بالسبينر. يعني انا غيرت الباك جراوند تمام. طيب في شغله مهمه قبل ما ننسى هون يا جماعه، بدك تعطيه كمان، انا اعطيته اللي اوت، هذا بس اللي اوت، لكن هو بده كمان الايتم، الايتم اللي بدك تحط فيه الداتا الموجوده في الاري. دير بالك هذه مهمه. هون ار بدك تحط، بدك تعطيه الاي دي اللي هو ايش، تكست اي دي، تكست اي دي، ولا مش حتظبط العمليه. ماشي يعني استنى هلا شوف ايرور. ليش؟ لانه انت مش عاطط مين، مش عاطي الاي دي اللي بدها تيجي الداتا فيها. بالاول ما كانش مهم لانه كنت انا ماخذ الاندرويد تبع السيستم، يعني انا ماخذ اللي اوت تبع النظام. بس هلا لما انت بدك تعمل يور اون لي اوت، فبالتالي بدك تقول له الاي دي اللي بده يحط الداتا فيه. ماشي اللي هو هذا الباراميتر الرابع، لانه في اربع معاملات لمين، للكونستراكتور تبع الاري ادابتر. اليوم قلنا عنه هذا، المره الماضيه ما حكينا، هينا حكيته خلاص تمام. تمام لاحظ الباك جراوند اللي انا حطيتها وكبرت الخط، هلا انا زبطت الموضوع تمام. هذا كلام، يعني هذا كلام بصير انه انت بامكانك تغير على اي لي اوت موجود في النظام، اي لي اوت خاص بالنظام بتقدر تغير، تعمل يور اون لي اوت وتغير، تكبر الخط، صغر اللي بدك اياه ممكن تعمل تمام. الان يا جماعه خلينا نكمل اللي هو الشغل الأساسي تبعنا. كيف ممكن أنا أعمل أحط أكثر من عنصر داخل الأدابتر، أكثر من عنصر؟ يعني أنا الأري هنا، لاحظ الأدابتر هذا، الأري أدابتر في بس سترينج، يعني في عنصر واحد هذا جاهز، الأري أدابتر خلاص. ايش حضرتك بتزعجش بنتها 13 سامعاها؟ الساعة بزعج عليك وتزعجيش. يلا زعجيش يا شباب. اعمل اكتم الصوت، اللي ناس يكتم الصوت عنده شباب، بس اكتم الصوت تمام. ماشي الحال. الان عشان انا اعمل الحركه اللي انا وريتكم اياها هذه تمام، احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ليست فيو بالطريقه هاي. طبعا انت ممكن تعمل تطور اللي بدك اياه، لكن انا بدي اعمل شغله بسيطه ونتعلم منها وبعدين انت بتكمل. نفترض انه انا يعني مثلا بدي صوره هنا تمام، صوره لموظف مثلا، هنا السالري تبعه، السالري، وهنا اسمه بهذا الشكل، وبدي اياها تتكرر كل مره تتكرر، يعني بدي اكثر من شغله في الليست فيو.
اكثر من شغله في الاستديو. خلاص زي ما حكيت لك ممكن تعمل اكثر من يعني ممكن اكثر من سطر تمام وتحط عناصر هون يعني يعني مش شرط انه يكون بالطريقه هذه ممكن يكون بالطريقه هذه زي الفيسبوك تمام يعني هنا صوره هنا بوست وات ايفر يعني ممكن الليست فيو يكون فيه اكثر من عناصر بس احنا بدنا نعمل المنظر هذا الان للتبسيط يعني وانت بتقدر تطور على الموضوع ماشي بس عشان نقدر نستوعب نفهم الليست فيو كويس. طيب الان كيف بدنا نعمل هذا الكلام؟ بدنا نروح نعمل ايش؟ بدنا نعمل جافا كلاس يعني كلاس جديده تمام كلاس جديده اسمها ماي ادابتر ماي ادابتر يعني انا بدي اعمل اصلا ادابتر يعني انا بدي اعمل ادابتر بدي اعمل محول تمام هذا الادابتر عشان انا اقدر اعطيه للليست فيو لازم اخليه اكستند لايش للبيز ادابتر للبيز ادابتر بيز ادابتر هذه كلاس موجوده في الاندرويد تمام هي الابر كلاس يعني هي البيرنت كلاس لكل لكل الادابترات الموجوده للاري ادابتر لكل الادابترات اللي موجود وين في الاندرويد تمام لما تيجي تعمل امبلمنت تعمل اكستند لهذه الكلاس بدك بدك تبني كل الميثودز اللي موجوده بدك تبني كل الميثودز اللي موجوده في هاي البيز ادابتر عشان يصير عندك ادابتر عشان يصير عندك محول خلاص جاهز طبعا احنا بدنا نعمل محول كاستم يعني كاستم ادابتر كاستم ادابتر يعني محول مخصص لمين لإلنا مش بيحتوي على عنصر واحد مثل الاري ادابتر لا بيحتوي على اكثر من عنصر على اكثر من عنصر طيب اول شغله بدي اعمل اللي اوت بدي اعمل اللي اوت هاي اللي اوت وهنا بده برضه لينير لي اوت